اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، منورنا في استوديو برنامج الصحافه الاستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. اهلا وسهلا استاذ جمال، منورنا في برنامج الصحافه. اسمح لنا نبدا مباشره لجولتنا من بوابه الاهرام ونقرا عنوان الرئيس السيسي يهنئ ترامب هاتفيا على فوزه في الانتخابات الرئاسيه الامريكيه، وايضا في نفس السياق من جريده الدستور نقرا عنوان اخر الرئيس السيسي يؤكد تطلع مصر لاستكمال العمل المشترك مع ترامب في فتره ولايته الجديده. لو نتحدث عن دلاله أهمية اتصال الرئيس السيسي مع ترامب في هذا التوقيت بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. بالتأكيد العلاقات المصرية الأمريكية علاقات استراتيجية ومتينة، وفي الحقيقة أيضا أن فترة رئاسة ترامب الأولى شهدت تطور كبير جدا في تنامي العلاقات ما بين الدولتين، بل أنها شهدت ربما طفرة في العلاقات الاقتصادية والسياسية والتشاورات الدائمة ما بين القادة. ويمكن نتذكر في انتخابات 2016 حينما كان ترامب مرشحا، استغل ترامب تواجد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماعات العامة للأمم المتحدة وقرر أن يكون هناك اجتماعا مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. إذن هناك طوال الوقت اهتمام من دونالد ترامب حتى للحديث مع السيد الرئيس، حتى قبل أن يأتي ترامب إلى البيت الأبيض في الدورة السابقة. وبالتالي أيضا السيد الرئيس كان لديه الحرص هذه المرة بأن يبادر وأن يهنئ دونالد ترامب على تولي المسؤولية مجددا. أعتقد أن الفترة القادمة فترة سوف تشهد المزيد من التطور في العلاقات، خصوصا نحن نتحدث عن تناغم وتجانس ما بين القادة، ويعني أيضا هناك أبعاد ربما يتم البناء عليها خلال الفترة الماضية، ومن ثم سوف يكون هناك أمور مهمة للغاية، خاصة سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو على صعيد المحور الخاص بالإقليم. وهذا ما ظهر في تهنئة السيد الرئيس، وأيضا إشادة دونالد ترامب بهذه التهنئة. السيد الرئيس تحدث عن تطلع الدولة المصرية لمزيد من العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا نتحدث عن شراكة اقتصادية بنتكلم على 7 مليار دولار حجم التبادل التجاري، طبعا استثمارات أمريكية كبيرة في مصر كبيرة، تعاون يعني مهم للغاية. بالمناسبة يمكن مصر هي الشريك التجاري للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة شمال أفريقيا، بل ربما تكون في القارة الأفريقية، وبالتالي لها ثقل تجاري مهم جدا للقارة الأفريقية. على الصعيد السياسي نحن نتحدث عن قضايا مهمة. طب اسمح لي يعني قبل نتكلم على الصعيد السياسي نقرأ هذا العنوان من جريدة اليوم السابع، وترامب يثمن تهنئة الرئيس السيسي ويؤكد اعتزازه بالشراكة بين مصر وأمريكا. وأيضا في جريدة الدستور عنوان الرئيس السيسي يهنئ ترامب ونتطلع لأن نصل معا لإحلال السلام. يعني على ذكر حضرتك ما ذكرته من تعاون سياسي وغيره من التعاون، يعني أهمية الشراكة بين مصر والولايات المتحدة في الفترة المقبلة في عهد ترامب بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، كيف ترى؟ هنا نقطة تلاقي ما بين الرؤية المصرية والإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالشرق الأوسط، وخاصة نحن نتحدث عن أن ترتيب دوائر الاهتمامات الخارجية في البيت الأبيض سوف تتغير. يعني بايدن حينما أتى إلى البيت الأبيض وكتب هذا في الفورم بوليسي قبل حتى ما يحضر إلى البيت الأبيض، وتحدث عن شرق أوروبا كدائرة اهتمام أولى، ولكن ترامب بالحقيقة اهتماماته مغيرة تماما. هو يهتم بدائرة الشرق الأوسط ثم دائرة بحر الصين الجنوبي، وبالتالي اهتمام دونالد ترامب بمنطقة الشرق الأوسط أمر مهم للغاية، يتلاقى مع الرؤية المصرية أيضا في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة. وبالتالي العمل المشترك مهم من خلال تبادل الرؤى، تبادل أيضا وجهات النظر، الحديث الدائم ما بين القاهرة وواشنطن لإحلال الاستقرار في المنطقة. أعتقد أيضا أن الدولة المصرية بثوابتها الراسخة فيما يتعلق بشأن القضية الفلسطينية وعدم توسع دائرة الصراع والثوابت التي يعلمها الجميع أيضا نقطة ارتكاز مهمة للعمل سويا نحو انطلاق إلى شرق أوسط أكثر هدوءا وأكثر استقرارا. أعتقد أن دونالد ترامب الآن أمامه فرصة مهمة. نعم ندرك أن بايدن ترك البيت الأبيض مزدحما بالأزمات، يعني لنكون أكثر يعني صراحة، نعم نتحدث عن أزمات كثيرة جدا في شرق أوروبا وفي الشرق الأوسط وفي منطقة الساحل والصحراء الأفريقي يعني وحتى على الصعيد الداخلي. يمكن ترامب قبل أمس تحدث عن التضخم والبطالة والاقتصاد وغيرها من الأمور. إذن نحن نتحدث أن البيت الأبيض مزدحم بالملفات، ولكن أنا أعتقد أن ترامب من الذكاء أن يذهب إلى ملف الشرق الأوسط للتخلص من هذه الأزمة التي أصبحت تتفاقم يوم بعد يوم وتزيد أيضا التوترات الدولية، لأن الشرق الأوسط في الحقيقة تأثيراته على صعيد الأمن والسلم الدولي تأثيرات كبيرة للغاية. وبالتالي أعتقد وأتمنى أن يكون هناك في الحقيقة رؤية من الإدارة الأمريكية القادمة فيما يتعلق بإحلال السلام، ومصر داعم لأي رؤية داعمة للسلام والاستقرار في المنطقة، وتعمل جاهدا لتحقيق هذه الرؤى بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين والإقليميين. وأعتقد أن كما كنا نتحدث العلاقات الجيدة ما بين القيادات
وما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الدولة المصرية تؤهلهم للعمل سويا في فترة حكم ترامب لإحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.